اليوم عنا افتتاح اول معرض بمدرسة اجيال لكل الليفلز لكل الستودنتس من جريد 1 تو 9. الاعمال جدا رائعة، مستواها جدا عالي، طلابنا بيستاهلوا انه ينعمل لهم معرض بهذا المستوى لحتى تتقدر هاي الاعمال فعلا. درست الارت بمدرستنا بالانجلش، بس هذا لا يعني انه في لغه للفن، لانه الابداع لا حدود له. التارجت تبعنا الستودنت يعبروا عن ما في داخلهم بطرق محترفه نوعا ما من خلال لمساتنا. اللمسه العربيه واضحه بالاعمال، واللمسه العالميه من خلال فنانين عالميين طلاب بيرسموا بيحاولوا ياخذوا من المسيره تبعهم. اقدر اشوف ما شاء الله في كل عمل بصمه خاصه من كل مشارك. متفائل جدا صراحه بمشاركتهم، اشيد واثني بكل من ساهم في تكوين هذا المعرض. اقدر اقول اخراج المواهب المدفونه هذه اللي انا صراحه منبهر جدا فيها. في الختام اقول يعني ان شاء الله جهدكم هذا هي بدايه خطوه، اتمنى ان تستمرون عليها، وان شاء الله راح تشوفون ثمارها يوم تكبرون وتشوفون أعمالكم معروضة في كل المعارض الكبيرة إن شاء الله في الدولة وخارج الدولة.